واش الخوت، السلام عليكم. في حلقه جديده اليوم غادي نهضروا على سكودا كاميك، طوموبيله تنتمي للكاتيجوري تاع سيب كومباكت كروس اوفر سي يو في. طوموبيله شركه تاع سكودا، شركه كاين دابا حاليا كتنتمي للجروب تاع فولكس فاجن، داكشي علاش فيها البلاتفورم تاع فولكس فاجن والموتوريزاسيون كذلك تاع فولكس فاجن، داكشي علاش كيسحب لينا حنايا واش الشركه المانيه. اجي نشوفوا هاد الموتوريزاسيون، نشوفوا لي زيكيبمون لي زوبسيون والثمن ديالها في الاخر، ما تمشيوش بعيد. الكاميك تلونسات اول مره في 2019، هذه غام جديده عند سكودا. هي صغيره على الكاروك الاونياد والكادياك، فحيت هذوك دي سي يو في. الموتوريزاسيون ديالها بويسون، كتجيب موتور تاع الانسيس تي دي اي لينيرجي ديزل 4 سيلندر، السيلندري ديالو 1598 سنتيمتر كوب، بويسونس فيسكال ديالو 6 تاع لي شوفو، بويسونس ماكسيمال ديالها 95 شوفو، الكوبل اللي كتعطي في الكوبل او لا فورس 250 نيوتن متر، البودي فيتاس مانيول 5 تاع لي رابور، الكونسوماسيون ميكس 4.5 لتر في كل 100 كيلومتر، والايموسيون ديال السي او 2 109 غرام في كل كيلومتر. الفيتاس ماكسي ديالها 184 كيلومتر بار اور، الاكسيليراسيون ديال 0-100 كديرها في 10 سكوند 10.8 سكوند. الريزيروار ديالها كيز 50 يترو، البوا يعني هاد لي ديمونسيون، هاد لا بويسونس اللي قلت لكم وهاد لا فورس بارابور البوا ديالها اللي داير 1336 كيلو، يعني طوموبيله بويسون، طوموبيله عندها الهيبه الالمانيه، موتوريزاسيون المانيه قويه وبلاتفورم المانيه قويه، حتى الديزاين ديالها اللي جا اغريسيف وسبور، هذا اللي عطى الطوموبيله واحد فيدباك زوين زوين، واحد ريبيتاسيون بدات في السوق كبيره، حيت المبيعات ديالهم وصلت تقريبا 2019 فاش يلاه تلونسات تقريبا 13240 طوموبيله، وفي 2020 تدوبليكا هذا الرقم هذا اربعه المرات ولا خمسه، وصلت المبيعات 75559 طوموبيله. 2021 عليها الدوموند سيرتو هنا في المغرب قليله بزاف، ولكن كاينين دي كوموند بزاف. اجي نشوفوا السعر تاع هذا الشيء من ناحيه لي زوبسيون، من ناحيه لي زيكيبمون، بقاو معايا. سكودا كاميك جات في ديزاين زوين من الواجهه الاماميه ديالها، عندك لي بروجيكتور اليماج اوتوماتيك كتجي لي فو دو جور وكتجي فول ليد، عندك لي فو اونتي بغويا من القدام ومن اللور، وعندك لي غادار دو ستاسيونمون من القدام ومن اللور. الكالوندر ديالها داير عليها الكروم، ولانسيغ ديال سكودا جا في الكابو لي جام دروت، وجا في واحد اللوك زوينه. عندك البارشوك ديالها جا في الكولور ديال الكاروسري، وفيها جات في ديزاين زوين في الحقيقه من الشكل الخارجي ديالها من الواجهه الاماميه، كذلك فيها كيف ما كتشوفوا التريونغل ديالها او الباتكيت ديالها جا اوفير، تيدير الرفرواديسمون سيستيم ديال سيسبونسيون و موتوريزاسيون، وكذلك سيستيم دو فريناج. من البروفيل ديالها عندك دي جونت الياج تاع 17، لي روتروفيزور غابطابل الكتريك فيهم سيل ليمينوز، بواني ديالها جاو في الكولور تاع الكاروسري، داير عليها باك كروم، وكاين عندك اون اوبسيون لي فيتر كيجي كرومي، وفيها واحد لا بار دو توا جات اون نوار. طوموبيله من اللور ديالها عندك لي فو اغيير جاو فول ليد افيك كليونتون، صراحه زوينه. سبويل اغيير نوار، فيها واحد سبويل اغيير نوار، لي غادا من اللور ومن القدام، سكودا المونوغرام ديالها كاميك، صراحه زوينه كيف ما كتشوفوا. الباشوك ديالها اللوراني جا في الكولور تاع الكاروسري وفوقو لي رادار، سيستيم ديشابمون في هاد اللي كنصور دابا ما باينش، يعني الكوفر ديالها كبير كيهز 400 اترو، عندك لي بونكيت اغيير غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين تاع الطوموبيله ديالك، وجا اكليغي فيه الاضاءه، وفيه حتى البريز تاع 12 فولت، حاجه زوينه. والروضه دو سيكور من ناحيه لا سيكوريتي، يعني كامل الباك كامل موجود في السياره. هذا من ناحيه تاع الشكل الخارجي والكوفر والديزاين والموتوريزاسيون. اجي نشوف الطوموبيله من الداخل ديالها. الطوموبيله من الداخل ما شاء الله، اجي نبداو بالباب ونكتشفوها. كيف ما كتشوفوا جا فيها الكروم، وجا فيها اهم لي ماتيير اون تيسو، عندك لي فيتر الكتريك كومون توتال تاع الكونديكتور، دي زيسباس دو رونجمون، سيستيم سونوريزاسيون جا اربعه تاع لي هوت بارلور، بواني كرومي ديالها. الفولون جا اون كوير 3 برونش ملتي فونكسيون، لي سيلغي ديالها جاو فلوكس سبور عجبني بزاف، جا الكانتارا و سومي كوير افيك دي سور بيكور بلون، ريغلابل مانيولمون عجبني الخوت، واحد لوك من الداخل زوينه بزاف.
ورياضيه بامتياز. كيف ما كتشوفوا الطابلو دو بورد ديالها واعر، كيف ما كتشوفوا الفولون ديالها جا اون كوير سيربيكور بلون ملتي فونكسيون، ليميتور ريغيلاتور دو فيتاز، الكوموند في لورديناتور دو بورد، والكوموند كذلك في الكونسول سنترال ديالك او ستريمين اللي عندك في ليكرون اللي غادي ندويو عليها ابري. عجبني كيف ما قلت لكم الابيتاكل ديالها، عندك هنايا انانسير ديكوراتيف كيتسمى البلاك دوت، جا فواحد لوك زوينه بزاف، عطاها سبورتيفيتي كبيره. البواطاغون ديالها اكليغي، فيها الاضاءه مزيانه، كاديزي سباس دو رونجومون، كليماتيزاسيون بيزون اوتوماتيك. عندك هنايا ان ايكرون تاع 8 بوس ملتي فونكسيون، دابا نكتشفوها فاش نشعلوها. ستوب ستارت ايكو، ديماراج سون كلي، ديماراج ليبر، بوط فيتاس 5 تاع لي رابور، جات هنايا اون كوير، الفينغر بريك كا سيستيم دو فريناج، اكو دو سونترال جا الكانتارا، دي سباس دو رونجومون حاضرين في الطوموبيل بواحد الشكل اللي زوين وموزع بواحد الطريقه اللي مزيانه. بوغ تاع 12 فولت كاين حتى في الكونسول سونترال كوب هولدر، يعني كا دي سباس زوينين. عندك توا بانوراميك واعر فيكس، عجبني هذا البلان، هذا كيعطي للطوموبيله واحد لومبيونس، تيخلق فيها واحد لومبيونس اللي زوين بزاف. اجي نشوفوها من اللور. الطوموبيله الباب ديالها اللوراني جا بنفس الماتيير تاع الباب الاولاني، بواني كرومي وكلشي، لي بونكي طاغيير جاو الكانتارا وجاو اون تيسو كذلك، تا همايا فيهم لي زوفيكس من اجل تثبيت الاطفال من ناحيه السيكوريتي، ضروري ضروري بغاتو الوقت. عندك الكليماتيزاسيون حتى في اللور، وعندك هنايا دو بورت تاع كي سيبورتيو الايفون، حاجه زوينه كيعطي الشباب يتكونيكطاو وداكشي. عندك توا بانوراميك كيتحل، هذا الكاش ديالو جاب بلان فو نوار، تعطي الطوموبيله واحد الشكل رياضي وكبير بزاف. عجبتني الحقيقه في الحقيقه الطوموبيله من القدام ومن اللور، لي زيكيبمون اللي في الداخل، السيروت ديالها جا في هذا اللوك هذا، ها هو عادي زوين، يعني تقريبا بحالو بحال تاع سيات ليون، بحال يعني مشترك حيت كلشي كينتمي للجروب تاع الفولكس فاجن. جاو دي بيدال اون اليمنيوم، عند هانتم كيف ما كتشوفوا الكوكبيت ديالها، ها ليكرون ديالها اللي جات 8 بوس ملتي فونكسيون، للاسف ما فيهاش الميدياناف او جي بي اس بحال هكذا، ولكن كتسيبورتي الابل اندرويد، كذلك كتسيبورتي كذلك فيها بزاف تاع لي زابليكاسيون، بامكانك تشوف لي طاس تاع الطوموبيل، لي طاس موتور، لي طاس تاع لي بنو ديالك، بامكانك تختار لي مود درايف ايكونوميك انديفيديوال سبور. كذلك عجبني فيها ايكونوميك، كذلك عجبني فيها لومبيونس اللي كتخلق وسط الطوموبيل صراحه، وفيها لي فيها لي كولور دومبيونس، لي كليراج دومبيونس، فطوموبيله شبابيه بامتياز، وغادي تخلق مفاجاه وغادي تنافس منافسه كبيره في السوق، السوق سيرتو هي في الكاتيجوري تاع الكومباكت سي يو في كروس اوفر سي يو في كارز. فعجبتني الخوت، غادي نقول لكم لي بري ديالها، وكتجيب الفئات ثلاثه تاع الفئات غادي نقولهم لكم. تقريبا عندهم نفس الموتوريزاسيون، كيتختلفوا غير في لي زوبسيون لي زيكيبمون تاع كل وحده. فنتمنى الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تبخلوش علينا بلايك سبسكرايب، شكرا بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي الا قلت شي مغالطه او طولت عليكم شي شويه. كان معكم مجد ارجي، سمحوا لي بزاف الخوت، ونتمنى من الله توصلوا للغايه ديالكم، والخدمه الخدمه الخدمه كيف العاده، وربي كبير ان شاء الله، ما غاديش يخيب حتى شي واحد.